السعودية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. كان من المفترض أن يستضيف لبنان البطولة، لكنها نقلت إلى الفلبين لأسباب أمنية ولأسباب كيدية. استبعد لبنان نفسه، فكثر الطامحون لركوب قطار المنافسة إلى جانب الصين وإيران. كيف تبدو الحظوظ والمؤشرات عشية انطلاق النسخة 27 لبطولة آسيا لمنتخبات الرجال؟ سليم عوضة والتفاصيل. خيارات المنافسة على اللقب تبقى محدودة، وغالبا ما تنحصر بين الصين وإيران. منتخب التنين يظل المرشح الأول، إلا أنه حذر جدا هذه المرة. الإصابات الكثيرة أعاقت برنامج المدرب ياناكس. اليوناني الشهير افتقد عملاقه العالمي إيجيان ليان في أهم فترات التحضير. مهمته مزدوجة، الزج بعناصر جديدة من دون تأثير على الفريق. الجيل الذهبي في المنتخب الإيراني مصمم على إضافة إنجاز جديد بتكرار التأهل إلى المونديال. المدرب السلوفيني بيسيروفيتش نال الوقت الكافي للتحضير بمشاركة جميع اللاعبين، يتقدمهم نجم الـ NBA حامد إهدادي. ماذا تخبئ الفلبين المضيفة؟ لا أحد يعرف. غالبا ما يمتاز لاعبوها بالسرعة والدفاع الضاغط والتسديد من خارج القوس، ويكفي أنها ستلعب على أرضها مدعومة بأكثر من 10,000 متفرج. اليابان تعد من عمالقة القارة الآسيوية، لكن تطورها التكنولوجي لم يفك شفرة الكرة البرتقالية. قرب كازاخستان من روسيا جغرافيا لم يطور منتخبها بما يكفي للمنافسة، وهذه المرة سيكون نجم النجوم أنتون بونوماريف مدعما بلاعب مجنس. أوضاع المنتخبات العربية لا تبشر بالخير. العنابي القطري سيدخل المنافسات بتشكيلة مستهلكة بقيادة ياسين إسماعيل، لكنها مدعمة بمجنس أمريكي لأول مرة، هو جارفيس جيمس. نشام الأردن من المستبعد أن يكرروا إنجاز عام 2009. سيخوضون البطولة بتشكيلة جديدة ومجنس جديد هو جيمي باكستر، وبغياب سام داغلاس وزيد عباس وأيمن دعس. التقديرات الأولية ترشح الصين وإيران، وثمة إجماع على أن غياب لبنان مثل هدية ليس معروفا من سينعم بها. من قاعة حفل الافتتاح في العاصمة الفلبينية مانيلا، سليم عواضة، الميادين. تأهل إلى كأس العالم لكرة السلة هدف منتخب الأردن للعام المقبل، هدف لن يتحقق إلا باحتلاله أحد المراكز الثلاثة الأولى في بطولة آسيا. مايك شالهوب رافق بعثة المنتخب في الفلبين وعاد بهذا التقرير. في ساعات الصباح الأولى يغادر المنتخب الأردني الفندق متجها إلى ملعب أني نوي أكينو، حيث يجري حصصه التدريبية. بمواكبة أمنية تسير الحافلة، واللاعبون متحمسون للوصول إلى الملعب. هوية جديدة لمنتخب المملكة الهاشمية، فسبعة لاعبين جدد سيشاركون في تمثيل الأردن. في لعيب كتار تعون خبرة وهيك مش موجودين معانا هلأ. هلأ إحنا دورنا طبعا نلعب، فبالتالي راح تكون مهمة صعبة شوي بتهيأ، بس إن شاء الله إنه نسوي منيح. تشكيلة تمتزج بالخبرة والشباب، وبطولة العالم تجربة مميزة يرويها علي جمال لزملائه الجدد. هلأ هي التشكيلة صح إنه الشباب الصغار بالعمر هذا، بس تقريبا نفس المنتاليتي، نفس يعني هم كتير شباب متحمسين للفوز أكثر، زي ما بتحكي أكثر من الشباب اللي قبل. لاعبون كبار اعتاد الجمهور على مشاهدتهم والتصفيق لهم، لكن الثنائية زيد الخص وأيمن دعيس غائبان بعد الاعتزال. غياب من نوع آخر سيؤثر على أداء النشامة، فالإصابة لم ترحم نجمي الدوري الصيني زيد عباس ووسام داغلاس، كما هي حال راشيم رايت، لذا تم تجنيس لاعب آخر هو جيمي باكستر. التغيير طال الجهاز التدريبي أيضا بعد التعاقد مع المدرب الجديد منذ حوالي الشهرين. أنا متفائل جدا حول تشكيلة الفريق على الرغم من مغادرة المخضرمين، لكنني أرى اللاعبين الصغار يحاربون من أجل الوصول إلى أقصى مستوى لهم. إيران والصين الأوفر حظا للفوز باللقب، لكنني أزرع الروح اليونانية المقاتلة في نفوس اللاعبين بهدف إحراز إحدى البطاقات المؤهلة إلى بطولة العالم. الروح المعنوية العالية والتأهل إلى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي رهن نتائج المباريات المقبلة.
يستعد منتخب الأردن للسير على خطى بطولة العالم بهدف الوصول إلى إسبانيا الصيف المقبل، مهمة لن تكون سهلة في ظل غياب العناصر الأساسية للفريق، لكن الآمال معقودة على نخبة من اللاعبين الناشئين الذين سيمثلون مستقبل الكرة المحلية. من داخل ملعب نينيو أكينو في العاصمة مانيلا، حسين شعلان، مايك شلهوب، قناة الميادين. إذن لمزيد من التفاصيل حول منتخب الأردن وباقي المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، معنا عبر سكايب من الفلبين مباشرة وتحديدا من العاصمة مانيلا موفد الميادين مايك شلهوب. مايك، مساء الخير بداية. مساء الخير أماني. مايك، كنت مع منتخب الأردني وشاهدت استعداداته، هل برأيك سيستطيع تكرار إنجازه الأخير الذي حصده عام 2011 عندما حل وصيفا؟ منتخب الأردن يسعى إلى ما بعد بطولة العالم الصيف المقبل، فهو حاليا يضم نخبة من اللاعبين الناشئين والشباب في صفوفه، حوالي 7 من اللاعبين هم جدد داخل المنتخب، لذا أكد لنا المدرب المنتخب بأن فريقه من الصعب أن يعيد تكرار ما أنجزه عام 2011، فهو يعمل على بناء جيل جديد قوامه لاعبون ناشئون وشباب كي يستطيع أن يحصد الألقاب الدولية ما بعد صيف 2014، أي ما بعد المونديال. أماني؟ نعم مايك. طيب لنتحدث قليلا عن باقي المنتخبات العربية، ما هي حظوظ هذه المنتخبات في هذه البطولة وخصوصا بعد تجميد مشاركة لبنان وانسحابه؟ سأبدأ من الشق الأخير في سؤالك حول منتخب لبنان. هناك إجماع على أن مصائب قوم عند قوم فوائد، هذه الفوائد عادت بشكل إيجابي لمنتخبات على سبيل المثال هونغ كونغ في المجموعة الثانية، أولا لأن المجموعة الثانية جميع الفرق تأهلت تلقائيا إلى الدور الثاني، وتحديدا لاعبو هونغ كونغ أكدوا لنا بأن منتخب لبنان أعطاهم هدية مجانية بالتأهل، وهذا المنتخب يشارك فقط من أجل وضع وجوده فقط في القارة الآسيوية، وهو بعيد عن فكرة التأهل إلى المونديال بسبب تواضع مستواه. أما من الناحية العربية فهناك أسف وحزن من الناحية البحرينية والسعودية تحديدا، حيث أكد لنا المدرب المساعد في المملكة العربية السعودية نقل حزنه عبرنا لمنتخب لبنان وما حصل معه. هذه هي الأجواء المنتخبات العربية في العاصمة الفلبينية مانيلا. أماني؟ نعم. مايك، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، تشير التوقعات إلى تنافس صيني إيراني على اللقب، ما هي الدول التي يمكن أن تدخل على خط هذه المنافسة بين هذين القطبين؟ هي قمة في المستوى بين منتخبي إيران والصين، فهما يتصارعان منذ سنوات عديدة على رأس القارة الأسيوية. أما من ناحية المنتخبات الأخرى فيدخل على الخط صاحب الأرض والضيافة منتخب الفلبين، وهو الثاني تاريخيا من ناحية إحرازه للميداليات بكافة أنواعها، حيث حصد 5 ميداليات تاريخيا. أيضا هناك منتخب كوريا بنفس جديد وبدم جديد يأمل في حصد ميدالية تؤهله إلى مونديال إسبانيا الصيف المقبل. أماني؟ نعم مايك شلهوب، موفد الميادين إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنكون معك في رسائل أخرى. لعب المصري محمد صلاح بمواجهة مكابي الإسرائيلي لكنه لم يصافح. صحيفة بليك كشفت أن جناح بازل السويسري خرج من الاصطفاف مع زملائه أثناء المصافحة بحجة استبدال حذائه، تعرض لصافرات استهجان من الجماهير الصهيونية في محاولة منها للتأثير عليه بعد تباطؤه في تغيير الحذاء. صحيفة وصفت صلاح برجل المباراة الأول، اعتبرت أن مشاركته في لقاء الإياب في إسرائيل بات محل شك بسبب الضغوط عليه. صلاح لعب دورا كبيرا بفوز فريقه بهدف وحيد في ذهاب الدور الثالث التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا. يجب عدم المساواة بين المحتل ومن يعاني الاحتلال، شعار رفعته حركة مقاطعة كتالونيا رفضا لسفر فريق برشلونة إلى إسرائيل. حركة المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية رأت أن رعاية البلوغرانا مبادرات رياضية تعبر عن المساواة بين المعتدين والمعتدى عليهم، وبالتالي عن الاعتراف ضمنيا بشرعية الاحتلال تحت مسمى مباراة السلام.
نادي الكتالوني سيزور الأراضي الفلسطينية السبت المقبل. اتحاد كرة القدم أنهى استعداداته لاستقبال حافل. رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب أكد أن المستوى السياسي والقيادي الفلسطيني مهتم جدا بهذه الزيارة، ورأى الرجوب أن زيارة بطل إسبانيا محطة مفصلية في تاريخ الحركة الرياضية الفلسطينية، وأضاف أنه لن يعطي ورقة التوت للاحتلال لتغطية عورته، حيث لا يزال يفرض القيود على اللاعبين وعلى حق الفلسطينيين في استيراد المعدات الرياضية، وذلك في معرض تعقيبه على عدم خوض لقاء موحد مع الاحتلال ضد الفريق الإسباني. الظهور الأول لنيمار مع برشلونة يترافق مع تعادل مخيب للنادي الكتالوني ومضيفه ليخيا غدانسك البولندي. أصحاب الأرض تقدموا في الربع الساعة الأول بهدف بنيوك. أدرك سيرخيو روبرتو التعادل بعدها للبرشا، فرد كيرزيليزاك بهدف ثان لأصحاب الأرض. كالعادة لعب ليونيل ميسي دور المنقذ فسجل هدف حفظ ماء الوجه للبلوغرانا. نيمار دخل أرض الملعب في الدقيقة 77، وبحسب صفحة برازيليرا على تويتر فإن لاعب سانتوس كان حقق رقما فريدا، خلال ربع ساعة فقط لمس الكرة 16 مرة وارتكبت بحقه 5 أخطاء. أنا سعيد جدا باللعب لأول مرة بقميص برشلونة. ميسي لاعب عظيم، أشعر بالسعادة والفخر لأنني ألعب إلى جانبه. لم نتكلم أنا وتتا كثيرا، لدي ثقة كبيرة به وأنا هادئ جدا وأنتظر بدء العمل تحت قيادته. نصل إلى ختام الرياضية المفصلة. لمزيد من المعلومات حول بطولة آسيا لكرة السلة تابعونا غدا في تغطية خاصة حوالي الساعة 1:05. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.